10. أول سؤال معانا النهاردة، صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا. والنبي خليها من 1 لـ100. ماشي، كام؟ 100%. 10. 10 من 10. تألق قفشة محمد شريف مع الأهلي. 10 من 10. امتياز. تجديد الزمالك لعقد الونشو زيزو. 10 من 10. ممتاز. تأجيل حسم لقب دوري السلة اللقاء الخامس بين الزمالك والاتحاد. بس إيه تاني كده؟ تأجيل حسم 10 من 10. منافسة جميلة. منافسة رائعة. مستوى إمام عاشور مع الزمالك. 8 من 10. 6 من 10. مستوى كهربا مع الأهلي. 3 من 10. 7 من 10. موافقة اتحاد جدة على مشاركة حجازي مع المنتخب الأولمبي في دوري دورة الألعاب الأولمبية. 10 من 10. 10 من 10 طبعا. قرار كارتيرون بعودة أبو جبل لقائمة مباراة المقصة. 10 من 10. 10 من 10. قفشة وانتقاله من بيراميدز للأهلي وثلاثي أو رباعي الأهلي من الأهلي لبيراميدز، ده كام وده كام؟ هما اللي جاوبوا هما طبعا دلوقتي للأسف يعني انا مش سريعا طبعا هم دلوقتي اكيد ندمانين. قفشه باباط القومي عند الجميل ده كام من 10؟ ده كام من 10؟ قفشه امتياز 10 من 10. وهم طبعا للاسف 0 من 10. 10 من 10 طبعا قفشه، وهم 5 من 10. شرفتني ونورتني. العفو حبيبي. بشكرك شديد حبيبي.